السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم شوية من كل شيء وفيديو جديد. كنتمنى تكونوا على خير وبألف ألف خير وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غندير لكم واحد الوصفة ديال الدجاج. يقدروا بزاف الناس يكونوا كيعرفوها ولكن يقدروا الناس ما يعرفوهاش. إذا على بركة الله المقادير ما يمتش اليوم بزاف بزاف المقادير، ولكن نبداو. إذا أول حاجة غادي نبدأ بها، هنايا عندي الرز مسلوق، الرز اللي ديجا سلقته، رقدته نص ساعة أو نقعته في الماء بارد نص ساعة، ومن بعد صفيته ودرته في طنجرة، غطيته بالماء بلا ملح بلا والو، وخليته على نار مجهدة حتى نشف. من بعد نقصلو على نار مهيلة بزاف وغطيته حتى طاب باش يجي مفرك بحال هكذا. هنا عندي الفلفلة ملونة مقطعة. الناس اللي كيبغيو الفلفله الخضراء حتى هي يديروها، انا ما كنبغيهاش فما كنديرهاش، كندير غير الحمراء والبرتقاليه والصفراء. هنا عندي قزبر ومعدنوس مقرضين، هنا عندي زيتون خضر مقطع، عندي حامض مصير مقطع، هنا عندي الزعتر واليازير طحنتهم، هنا عندي الثومه معوسه والملحه العاديه، عندي شويه الخرقوم او الكركم، شويه ديال سكينجبير، البزار، القزبر حبوب مطحون، هنا عندي الفلفله حاره، هنا الفلفله حلوه او نويويره، هنا عندي تحميره، هنا عندي الملحه الصينيه بالنسبه، وبطبيعة الحال زيت العود. بالنسبه للناس اللي كيبغيو الكبده حتى هي يكونوا مقطعينها ومطيبينها باش يخلطوها مع هذا الرز. بالنسبه لي انا ما دايرهاش، مي كفكره. هنا عندي جوج كنور ديال البقري، اللي كيبغي كنور الدجاج راه غادي يدير دجاج، مي انا كنفضل بقري فغندير جوج كنور بقري. هذا الشيء كامل غادي نعمر به الدجاج. هذا الدجاج هذا كيتقاد ويتصاوب وكديروه في الفريكو وكتجبدوه النهار اللي كتبغيو طيبوه وكدير كندهنوه. عاوتاني غادي نوريكم باش كندهنو وكندخلوه الفران. دابا على بركه الله غادي نخلط المكونات ديالي وغادي باش نعمر الدجاجه. نتوما غتشوفوا كلشي، غير هما المقادير ما غنقدرش نعطيكم شحال ديال العطريه مثلا، وهذا على حساب الكميه ديال الرز عندكم شحال غادي تعمروا من الدجاجه الى اخره، ولكن كيبقى هذا راجع ليكم. بالنسبه ليا غادي نخلط الخليط كامل، يعني المكونات ديال العطريه وهذا، ملي غنبغي نزيد عليهم الرز غادي نبقى ندوق، الا كان خاصني شي حاجه غنزيدها. عموما غتشوفوني غنخلط بعدا الخليط وديك الساعه غتبعوا معايا مرحله بمرحله. من بعد ما خلطت المكونات كاملين كيف ما شفتوا غادي نزيد الرز. انا كنستخدم يدي، ما كنستخدم شي حاجه اخرى كتجيني كنتحكم فيها اكثر، وغادي نخلطو بطبيعة الحال بشويه باش ما نعجنش الرز ديالي، باش ما زعما ما نوركش عليه باش ما يتعجنليش وصافي. وغنحرك المكونات كامله مزيان ومن بعد ندوقها شويه، يعني واش ملحه ما خاصهاش، الا كان خاصها الملحه غادي نزيد شويه ديال الملحه العاديه،
بما انني راه ما درتش الملحه، على كاين زيتون مالح، كاين كنور، كاين الحامض مصير، لا داكشي ما درتش الملحه، خفت نكون زايد، لا تجيني داكشي مالح، لان الملحه الصينيه اللي هي ضروريه في هذه الوصفه ماشي مالحه، فيها واحد المذاق بحال الحموضه، ولكن كتجي بنينه في الدجاج. على داكشي غادي على داكشي ما غنديرش الملحه حتى نذوق، الا خصتني عاد غنزيدها، وغنحرك هادشي، نخلط هادشي مزيان ونوريكم شنو ندير. وهذا هو الخليط، من بعد ما خلطت كلشي وذقته وزدت له شويه الملح عاديه لان جاني شويه ناقص، هو هذا. من بعد نخليه هنايا، غادي ناخد في جبانيه، غادي ندير شويه ديال الزعتر اليازين مطحونين، لانني خصني ندهن الدجاج ديالي من الداخل وحتى من برا، مع شويه ديال الملح العاديه وشويه ديال الملحه الصينيه، وزيت العود او الماء اللي بغيتو. بالنسبه لي انا غادي ندير زيت العود هو اللي غادي ندهن به. نخلط هادشي، غادي نزيد الزيت لانني غادي ندهنها من الداخل ومن برا قبل ما نعمرها. نزيد مزيد الزيت، اليازير والزعتر كيعطيو مذاق هائل لاي حاجه، راه تقدروا ديروا. بالنسبه لليازير والزعتر كنديروا حتى البطاطا فاش كنبغيو نديروها في الفران. كناخذ الدجاجه ديالي، الدجاج مغسول قبل من الشف، مغسول مزيان لان الدجاج كيبغي الغسيل. غادي ندهنها من الداخل، ماشي لبقات انا، المهم هو مغسول ولكن من الاحسن تدهن باش كيحيد كاع الروائح ديال الدجاج. بزاف الناس ما كيبغيوش النسمه ديال الدجاج، هذا كيحيد ديك المذاق، واخا الخلطه فيها كل شيء ولكن حتى هكذا احسن. انا دهنتها مزيان، غادي ناخذ دابا الخليط ديالو، غادي نبدا نعمر الدجاجه من الداخل. الا درتو تعميره بزاف، يعني الروز بزاف، راه ممكن تخبيوها في الفريغو ما يوقع لها حتى شي حاجه حتى النهار اللي تبغيوها، وجبدوها عاود عمروا الدجاج ديالكم. غير انا بالنسبه ليا غادي نعمر الدجاج وغنخليه معمر في الفريغو حتى النهار نبغيه، يعني هادشي اللي كيدار عاده. والعمار والتعميره الا شاطلي راه غادي نخليها في الفريغو حتى نهار عاود نبغي ندير الدجاج ونجبدها، تكون عندي الحشوه كامله وصافي. غادي نسد الدجاجه مزيان باش ما يخرجليش سميتو التعميره ديالي ملي غنسدها. غادي ناخذ عاوتاني هذا الخليط هذا ديال اليازير والزعتر والزيت والملحه وندهنها من برا، ندهنها مزيان، وغادي ندخلها، غادي نجمعها وندخلها للفريغو منين غنبغيها غادي نجبدها. بطبيعه الحال غادي نوريكم طريقه الطهي ديالها. هي من الاحسن، هي ممكن ديروها وتطيبوها في نفس النهار، ولكن من الافضل انها تبقى في الفريغو واحد المده باش الخليط كيتجانس، الدجاج كيشرب هاد العطريه هذا فكيتنسم فكيولي زوين. غادي نكمل دجاجتي وغادي نخبيه في الفريغو، ومن بعد ملي غنبغي نطيبها غادي نوريكم شنو غندير.
ايوا كيف ما قلت لكم، من بعد نهار اللي كتبغيو تستعملوا الدجاجه ديال او طيبوا الدجاجه ديالكم، كتجبدوها من الفريغو. شوف شنو درت ليها انايا، انا درت شويه ديال الملحه مع شويه ديال الابزار، شويه ديال سكينجبير، شويه من الكركم، قزبور ومعدنوس مقطعين، درت معاها شويه ديال الريحان هذه في حاله الا بغيتو، شويه ديال زيت العود وثومه مقطعه. المهم هاد الدجاجه درت معاها ثلاثه ديال الفصوص الثومه كبارين مقطعين، والقزبر المعدنوس على حساب الرغبه اللي بغيتو. درت شويه ديال التحميره على قبل باش تجيني شويه حمراء، واخا غادي نزيد نحمرها من بعد. درت معاها شويه ديال الموطه وشويه ديال الكاتشب، هذه الا بغيتو، الا ما بغيتوش ما ديروهاش. دونك هادشي اللي درت، خلطت كلشي وثقبت الدجاجه شويه، ثقبتها يعني في باش تدخلها العطريه، وشرملتها وخليتها واحد، المهم هادشي من بعد ما دابت ليا الدجاجه وخليتها واحد شويه تشرب العطريه. دابا غادي ندير الخضره اللي بغيتو ديروا نتوما، ديروها في المول اللي كيدو الفران وديروها فوق منها، غطيوها بورق المطبخ او ورق الطهي، ونزيد عليها بابي الومنيوم ونغطيها مزيان وندخلها الفران حتى تطيب. من بعد غنخرجها نغيرها ونخليها تحمر، او ممكن الى عندكم البلاستيك اللي كيدخل فيه، اللي كنديروا فيه الدجاج كيتسد وكيدخل الفرن، او لا اللي كيدخل فيه اللي كيديروا في المهم البلاستيك اللي كيدخل الفران، كاين واحد البلاستيك كتسد عليه الدجاج وكتسد عليه وكتدخلو الفران ما كيتحرقش. يعني لكم الاختيار شنو بغيتو ديروا. دابا انا كيف ما قلت لكم غنديرها في المول وغنغطيها وغادي ندخلها الطيب، ملي غتوجد ان شاء الله غادي نوريها لكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج، كيجي بنين صراحه. انا درتها تحمرات، المهم انا طيبتها بوحدها في اللاطه، غطيتها ببابي ورق الزبده وعاد ورق الومنيوم قديمه، وخليتها حتى طابت. ملي طابت حيدتو خليتها تحمرات. وهاد الطاطا درت ليها اليازير والزعتر والمليحه والزيت وشويه الفليفل الفوق غير للمنظر فقط. البطاطا طيبتها بوحدها في الفران، حتى هي غطيتها حتى طابت وعريتها نشفت شويه وصافي، حطيت الدجاج على البطاطا. اتمنى انه يعجبكم، انكم تجربوا وتعطيونا الاراء ديالكم، وشكرا. والى فيديو اخر شويه من كل شيء. باي باي.